هذا يقول: هل المقصود بقول الرسول صلى الله عليه وسلم بفضل الصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة يشمل مكة كلها أم خاص بالمسجد الحرام؟ الصحيح أن هذا يشمل مكة كلها، يشمل الحرم كله، كل ما كان داخل الأميال يشمله الفضل هذا، ولكن كل ما قرب الإنسان من الكعبة المشرفة فهو أفضل. وإذا كان الأجر عام بحدود الحرم، أفلا يرشد المسلمون لا سيما الحجاج ألا يزدحموا على المسجد الحرام بعد أداء الطواف والسعي؟ نعم، هذا ينبغي، ينبغي أن يبين للحجاج أنه لا ينبغي الزحام الشديد عند مقام إبراهيم عليه الصلاة والسلام لأداء سنة الطواف، لأن الأمر واسع في هذا، يصليها في أي مكان من المسجد الحرام أو حتى في أي مكان من مكة. فإن بعض الصحابة صلى ركعتي الطواف بذي طوى، وهو المكان المعروف الآن بجرول، فما في مانع أن الإنسان يصلي ركعتي الطواف في أي مكان من الحرم، لكن إن تيسر أن يؤديها عند مقام إبراهيم فهذا أفضل، قوله تعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. أما إذا كان مزدحما وفيه خطر فإنه يصليها في أي مكان، والحمد لله.